السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا الكريم، يسرنا الحقيقة اليوم أن نطلعكم على الجهود المستمرة في عملية إعادة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة جراء السيول اللي تعرضت لها الدولة، بعض من إمارات الدولة خلال الفترة الماضية، وهي إمارة رأس الخيمة وإمارة الشارجة وإمارة الفجيرة. الوحدات الميدانية ما زالت تقوم بعمليات الإخلاء في بعض من هذه المناطق، هناك في عمليات كذلك إيواء لبعض من الأفراد اللي تعرضت منازلهم للسيول. الشيء الطيب أن هناك في عودة ما يقارب 80% من الأفراد اللي تعرضت منازلهم للسيول وغمرتها المياه خلال اليومين الماضيين. الجهود ولله الحمد جهود وتضافر جميع هذه الوحدات المتواجدة، سواء من الوحدات الأمنية أو من الوحدات المدنية في القطاعات أو في الإمارات المتضررة بشكل خاص. والحقيقة يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول التي جرت في هذه الإمارات، وما زالت عملية البحث عن شخص آخر من الجنسية الآسيوية في بعض من المناطق التابعة لهذه الإمارات. وندعو للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. ما زالت الجهود مستمرة، ما زالت الفرق تقوم بواجبها، وهذه الجهات هي قادرة على إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة القادمة أن نصل إلى مرحلة التعافي وأن تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي. هناك بعض من الحقيقة الطرق اللي تم افتتاحها ما بين المناطق المتضررة في إمارات الدولة، في طريق رئيسي فقط يربط بين إمارة الفجيرة ومدينة خورفكان، وجاري العمل إن شاء الله خلال الفترة الزمنية القصيرة بإذن الله أن يتم افتتاح هذا الطريق. ندعو الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعبا. شكراً.